وجه فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأحد الماضي كلمة مسجلة إلى المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي اللي عقد يوم الأحد الماضي في القاهرة، شدد خلالها على أنه ليس هناك موضوع بلغ من تأثيره وخطره على حياة الشعوب ما بلغ موضوع المياه في حياتنا المعاصرة بعدما نشبت أظفاره في كل مجالات السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، وما خلفته من أزمات وصراعات تبعث لحروب بين الشعوب وتتربص بها افتقارا وإذلالا. وأوضح فضلته أننا نحن الشرقيين نمتلك ثقافة دينية راقية فيما يتعلق بالماء وحرمته وقدسيته، وأن هذه الثقافة أمدتنا بها كتبنا المقدسة على مدى قرون غابرة، تعلمنا منها أن الماء أصل الحياة وأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف أن تترك أو أن تترك الموارد الضرورية ملكا لفرد أو أفراد أو دولة تنفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول التي تشترك في حق أو في هذا المورد العام في ذلك. أنا عايز أقول لفضلتك يا شيخ مظهر أني الدكتور حسن راتب أختير نائبا لرئيس المجلس القومي العربي للمياه، نعم، وأيضا أقام في يوم الأربعاء الماضي لقاء تحت عنوان دور الإعلام في مواجهة فقر الماء في هذه الأيام، وفي نفس الوقت دعا فيه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لحضور هذا اللقاء وهذا المنتدى. وأقيم اللقاء يوم الأربعاء الماضي كما قلت، وحضره حشد كبير من الإعلاميين علشان خاطر يوروا للعالم كله أن الأسبوع الذي أقامه الرئيس السيسي في القاهرة تحت عنوان أسبوع القاهرة الأول للمياه إنما تتضافر فيه وفي الدعوة له كل المنظمات. فالدكتور حسن راتب ممثلا للمجلس القومي العربي للمياه عقد هذه الندوة وفي حضور السيد الوزير، وحضره حشد كبير من المتخصصين، وتكلم كلمة جميلة جدا عن المياه، حتى انه الدكتور اسماعيل اللي هو كان بيقدم فقرات اللقاء قال له انا كنت مفكرك راجل اعمال طلعت خبير في المية. ففعلا النهاردة المحور ارتفع شأنها بفضل الكلمة الجميلة التي افرد لها مساحة طيبة الدكتور حسن راتب، وتكلم عن فقر المياه، وتكلم أيضا عن احتياجنا إلى تدبير المياه في الفترة القادمة، والتعامل مع قضية المياه كقضية اقتصادية ملحة حاكمة لابد أن المجتمع يواجهها بنوع من الدراسة وبنوع من العلم، وليس فقط بنوع من الفهلوة ويلا نرشد المية يلا مش عارف نعمل إيه. لا، ده الموضوع طلع كبير خالص. وقد أحسن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خصص أسبوع للمياه في القاهرة تحت عنوان أسبوع القاهرة الأول للمياه، وبالتالي هيبقى كل سنة بقى فيه الظاهر كده يبقى كده فيه دورة، يعني كل سنة أسبوع الأسبوع الأول الأسبوع والسنة القادمة يبقى الأسبوع الثاني وهكذا، يعني أو الأسبوع اللي بالظبط كده، بحيث إنه المجتمع كله يهب إلى دراسة موضوع المياه والاستفادة القصوى والتوعية أهمية المياه واسترشادها ترشيدها وإلى آخره. لأنه أنا فوجئت في اللقاء يا شيخ مظهر يقول لك إنه وإحنا في سنة مثلا في الخمسينات لما بدأوا يعملوا الميثاق بتاع المياه بيننا وبين أثيوبيا ودول حوض النيل وحاجات زي كده، كان حصة مصر اللي هي ال 500 مليار متر مكعب مية، كان عددنا احنا ساعتها مثلا نقول مثلا 30 مليون ساعتها، النهارده عدينا ال 100 مليون ونفس الحصة هي. فكان نصيب الفرد بيقل طبعا. النهارده طبعا احنا محتاجين نظرة واعية لمستقبل التعامل مع قضية المياه، محتاجين إلى نظرة علمية للاستفادة بكل قطرة مياه، محتاجين ان المواطن يبقى عنده درجة وعي كافية بالتعامل مع قضية المياه. وبالتالي طبعا موضوع المياه ده كان موضوع حساس جدا، وبشكر انا وفضيلة الشيخ مظهر الدكتور حسن راتب انه فعلا وبنبارك له على التولي الدكتور حسن على تولي المنصب نائب رئيس المجلس القومي للمياه هو يستحق لانه له دور فاعل، وفي جمعية كمان هو بيترأسها جمعية برضو خاصة بالحفاظ على المياه في مصر هنا، وكان لها دور كبير جدا في الفترة اللي فاتت، وانا يمكن حضرت المؤتمر العام الماضي، فبرضه يعني انا ملاحظ ان الدكتور حسن مدي اهتمام كبير مهتم بهذه القضية وفاعل فيها بشكل كبير جدا وبيحضر مؤتمرات كثيرة في هذا الشأن. انا عايز اقول لفضيلتك يا شيخ مظهر انه خصص من الوقف اللي هو وقفه ممتلكاته الخاصة بالظبط، خصص ان هو
يخصص المقر، قال له من المقر بتاع المجلس القومي تبرع للمياه، تبرع منه، وهو اللي قام بتشييده وبنائه وخصصه لخدمه هذه القضيه. ربنا يديله ويعوضه عن كل تعب يا رب. عايز اقول لكم من كده خلصت اخبارنا.